بديت الرياضه الكاراتيه كيوكشن من عمري 9 سنين. احب الفنون القتاليه من انا صغير، ابغى افلام، وبلشت اتمرن كاراتيه ما وقفت يعني لحد الان. طفولتي ولادتي كلها كانت ببغداد. من طفولتي يعني كانت صعبه، ما شفت حياه سهله، بس هذا السبب امارس الرياضه وابد ما توقفت لان تبعدني عن المشاكل. يوم من الايام لزمنا اني واصدقائي بمنطقه السيديه، اخذونا المكان البيت، ذبحوا 2 من اصدقائي قدامي، وكان اخو صديقي، بقينا بس انا واخو صديقي. بهاي الاثناء الدوريه الامريكيه اقتحمت البيت، والحمد لله جينا بهذا بوقتها. اول ما جيت كانت لا عندي لغه، الحياه كلها صعبه، لا فلوس، معاناه، بس انا طفل عندي حلم، اريد اكون اوصل لهدفي. يعني كنت المرحلة أنام بالباركلات مال الجيم هنا بلوس أنجلوس، لا فلوس لا أكل مدة أيام. أريد دول يعني الجيل الجديد، أطفالنا أو شبابنا بالعراق عندهم هدف، لا يستسلمون عن هدفهم، يجي يوم يتحقق إذا تبقى تستمر بهدفك وعندك إيمان بالله.